أمب الجيتار للهيدفون. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الجيتار. النهاردة هنتكلم عن جهاز بعتتوه لشركة صينية اسمها كوفافي. الشركة دي بتنتج بدلات وبتنتج أمبات للجيتار بس ليها مواصفات خاصة. الجهاز دوت جهاز رخيص تقدر انك انت تشبكه في الجيتار على طول وتحط الهيدفونز بتاعتك وتعزف في اي مكان. يعني ممكن اتمرن في اوضه النوم بتاعتي، ممكن اتمرن في اوضه المعيشه بدون القلق ان انا هزعج حد بالجيتار بتاعي او ان انا اشيل معايا امب كبير وتقيل اخده معايا في اي مكان. الجهاز ده فيه ميزه ان هو كمان مش بيحتاج بطاريات، انت بتشحنه، مجرد ما بتشحنه بيقعد معاك 5 ساعات زي ما مكتوب في الكتالوج بتاعهم، 5 ساعات من غير ما تحتاج انك انت تشحنه تاني، وده هيكون كافي انك انت التدريب اليومي بتاعك بتاع يومين كمان انك انت تعمله. فممكن تتحرك بيه كمان، تخرج بيه بره، يعني ممكن تطلع بيه بره في اي مكان. في كمان حاجة احب اوضحها عن الـ H8 ان هو فيه بلوتوث كمان، يعني انت ممكن توصل التليفون المحمول بتاعك بالجهاز دوت عن طريق البلوتوث تعزف اللي انت عاوز تعزفه، سواء كان درام ماشين على الموبايل او سواء كان حتى على التابلت، او في كمبيوترات فيها بلوتوث ممكن تشغل عليها الاستوديو بتاعك بالكامل وتعزف مع الموسيقى اللي انت عاوزها بالجيتار بتاعك مع الجهاز بتاعي دوت، وهو واصل بيطلع لي كل الافكتات وكل الامبات دي من الجيتار. الجهاز ده هنجربه دلوقتي. الميزة اللي فيه ان هو بس مش بيخليك تسمع صوت الجيتار بتاعك، في جواه شريحة بتخليك تقلد امبات معينة، الامبات اللي ليها صوت مميز هتلاقي عليها افكتات، 8 افكتات، وعشان كده مسمينه H8. الجهاز دوت عليه 8 افكتات ممكن تستعملهم مع بعض، فباستعمال ال10 امبات اللي هما موجودين عليه مع ال8 افكتات دول بيدي لك تنويعات كتيرة في الصوت انك انت ممكن فعلا تستعملها. انا اما عملت ريفيو لي بصراحة انا مش شايف ان هو جهاز وحش، هو جهاز ممكن فعلا اخليه معايا في البيت ان انا بتمرن بيه في اي مكان، بحط جيتار جنبي على سريري بالليل قبل ما انام، اتمرن 10 دقايق مثلا، نص ساعة، زي ما انا عايز. فهو عملي انك انت فعلا ممكن تعمل بيه حاجة زي كده. الجهاز زي ما احنا شايفينه ممكن كمان في تيونر، ان انا اقدر استعمل التيونر اللي فيه علشان اظبط الجيتار بتاعي، فمش محتاج اشيل تيونر كمان. فهو جهاز متكامل، ان انا فعلا مديني الفرصة ان انا اتحرك بيه في كل حتة وان انا استمتع بالجيتار بتاعي في اي مكان. زي ما احنا شايفين الجهاز بيتوصل من هنا بالجيتار بتاعك، ومن هنا بيتوصل بالهيدفون بتاعتك. انا موصله في الحاله بتاعتي ديت على الاوديو انترفيس بتاعي عشان اسمعه وتسمعوه وانا بعزف، فممكن انت توصله فعلا على امبليفاير او جهاز الاوديو انترفيس بتاعك. انا هنا في الحاله ديت هوصله بالجيتار. في عيب وحيد بس ان الجهاز صغير جدا، يعني انا ممكن اشيله كده وهحطه في الجيتار، فانا لو دخلته في الجيتار من هنا كده هو مش هقدر بقى، لازم كل مرة عشان اظبط الزبطة بتاعته لازم اشيله كده واشوفه. ولكن انا هنا تغلبت على المشكلة ديت بان انا جبت سلك طويل شوية بوصله من هنا في وصلة جيتار، بحيث ان انا اقدر اوصله على الجيتار بتاعي واقدر اسمعه. على حسب الشركة لما بعتت لي قالت لي هو تمنه $18 ومع الشحن بحوالي $21، وبيوصل من الصين، ممكن تطلبه عن طريق الي اكسبريس مثلا، التطبيقات اللي هي ديت. وصلني في شمال اوروبا في حوالي 10 ايام، يعني من ساعة ما بعتوا لي رقم الشحن لغاية ما وصلني في اوروبا وصلني في 10 ايام. فانا مش شايف ان هو ممكن يتأخر عن كده في منطقة الشرق الاوسط. طبعا راجع كل بلد نظامها ايه وجماركها ايه والكلام ده كله، ما اعتقدش ان حاجة زي دي بعليها جمارك، يعني ده يبقى استغبوا فعلا قوي يعني. فالجهاز دوت انا هنستعرضه دلوقتي ونستعرض امكانياته ونشوف الامبات اللي عليه. طبعا انا قلت ان عليه تيونر وعليه 8 افكتات زي الريفيرب اللي هي الحاجات الاساسيه، الريفيرب والايكو وشويه ديستورشن وشويه واو وشويه فيزر وشويه كورس. في امبات جاهزه 10 جاهزين استعرضهم معاكم. بعد كده انت لما بتيجي تشوف المانيوال بتاعه وتقدر تتحكم في الحاجات دي اكتر وتقدر تعمل تظبط الزبطات بتاعتها. الامب بيجي معاه كابل طبعا شحن ليه، لانك انت بتوصله بوصلة موبايل او بتوصله فيشة موبايل او بتوصله بالكمبيوتر بتاعك تشحنه. في وصلة تانية بتوصل على التليفون، يعني زي ما انتم شايفين من الجهاز بالوصلة ديت بتاعت الكمبيوتر العادية ليه وصلة تليفون عادية جدا بتخش في التليفون بتاعك. ليه؟ لان انا ممكن استعمل الجيتار بتاعي
استعمل مع التليفون مثلا، هحط عليه درام ماشين مثلا، او احط عليه مالتي تراك مسجل تراكات عليه، او عليه تراك، او عليه ام بي 3 او اي حاجه، فبقدر ان انا اسمع الحاجه ديت على الجهاز بتاعي دوت، واقدر ان انا العب معاها واعزف معاها. اقدر اسجل بيه، ممكن تسجل بيه بانك انت بتوصل المدخل بتاع السماعات اللي هو بتاع الهيدفون دوت بالكمبيوتر، بالمدخل بتاع الميكروفون بتاع الكمبيوتر. اعتقد هديك صوت مناسب انك انت فعلا تعزف بيه على الجيتار على الكمبيوتر، ولكن مش هيبقى بدل الاوديو انترفيس. لو انت عايز تعمل شغل احترافي الاوديو انترفيس ملوش حل طبعا. طبعا ده ممكن بعد كده توصل الوصله دي باوديو انترفيس زي ما انا عامل كده، واسمع صوته على الكمبيوتر عادي، عندي معايا وحده افكتات صغيره في هذا الحجم. طب اتكلمنا كتير بقى، تعالوا نسمع الأصوات اللي فيه. أول أمب عندي هسمعه، يعني هو صوت ما فيهوش ريفيرب كتير ولا فيه إيكو كتير، فيه بس شوية كورس. بغير الامب بتاعي بان انا بدوس على الزرار دوت، هيديني كده الامب نمرة 2. الصوت يشبه صوت جيتارات عمر خورشيد. يعني اعتقد ان صوت مقبول، صوت جدا نقي ومعاه شوية ريفيرب. نشوف الصوت الثالث، في شوية واوا. نوع من الفيزر او الوا. حلو في السولوهات. الامب الرابع. حلو. الأمب الرابع. الامب اللي بعده الامب
حلو. حاجة ميتال يعني. التاسع آخر أمب. طبعا زي ما شفنا الجهاز فعلا انا مش شايف فيه يعني عيب للوظيفة اللي هو معمول عشانها. في طبعا لو قارنا بيه وبين اجهزة تانية زي التاسكام مثلا، التاسكام تقريبا بضعف ثمنه، بضعف الثمن دوت يمكن اكتر كمان، ولكن التاسكام بيسمح لك انك انت توصل مايكروفون كمان عليه، يعني انت ممكن تستعمله كاوديو انترفيس والمخرج بتاعه بتاع الهيدفون ممكن، وممكن المخرج بتاعه كمان تخرجه على التليفون، وممكن تدخل حاجة نوع من الانبوت يعني اوكسيلري ان عشان تسمع كمان معاه حاجة. فده التاسكام مثلا ده هيبقى جهاز انالوج برضو حلو، بس جواه اوديو كونفرتر، انك انت ممكن فعلا جواه بري امب صغير ممكن يستعمله مع مايك بتتكلم فيه. فده الميزة، الفرق بينه وبين دوت ده مش هيشتغل اوديو انترفيس، مش هتقدر توصل بيه مايكروفون، ولكنه مع المميزات بتاعت الامبات بتاعت الجيتار اللي جواه ده خليته ممتاز من ناحية الناس اللي بتستعمله في الجيتار بس، ودي حاجة كويسة يعني. فزي ما احنا شايفين كده العلبة بيجي معاها المانيوال جواها، وبيجي معاها شاحن اللي انا بوصله بيه بالكمبيوتر، وبيجي معاه الوصلة اللي انا ممكن اوصل بيها التليفون واسمع صوت الجيتار بتاعي على التليفون. وبصراحة انا شايف ان هو جهاز ممكن يتحط في الشنطة بتاعتك في جيبك او شنطة الجيتار، وممكن تعزف الجيتار في اي وقت بالسماعة الهيدفون بتاعتك، وتمنه مش غالي يعني، بيتهيألي الميزة بتاعته في ان في متناول الجميع. ده كان شرح للجهاز اللي وصلني بأمانة من الشركة اللي اسمها كوفافي. اما بصيت على موقع الشركة لقيت عندهم حاجات تانية يعني فعلا مشوقة. زي ايه مثلا؟ لقيت بدلات جيتار بس بتتشحن، يعني البدلات جواها بطارية داخلية انك انت بتشحنها على طول، مش محتاج تحط فيها بطاريات او توصلها بمصدر كهرباء. دي كانت بتمثل مشكلة مثلا للناس اللي بتعزف في الشوارع، الناس اللي هي بتعمل عروض في الشارع بالذات في المناطق الأوروبية، ما بيبقاش عندك وصل الكهرباء فانت لازم تتصرف. فبدأوا يجيبوا البنك، الباور بانك بتاع التليفونات دوت والبتاع، بس يجيبوا واحد طاقته عالية عشان يقدر يشغل عليه البدلات بتاعته. يبدو ان الاتجاه في العالم دلوقتي مع البدلات، البدلات هيبقى فيها البطاريات الداخلية وتتشحن وتطلع بيها انت قبل البرفورمانس على طول، ومش بتحتاج انك انت تاخد معاك مصدر طاقة. الامب بتاعك بقى البطارية دلوقتي، الامبات كلها اللي طالعة جديد بتاعت العروض الخارجية في الشارع
كلها معموله بالبطاريات، بحيث انك انت بتشحنها او بتحط فيها بطاريات قبل ما بتروح العرض بتاعك وتقعد معاك طول اليوم. انا اعتقد ان المنتجات الصينيه هتغزو اوروبا خلال السنين اللي جايه ديت بالتكنولوجيا الجديده ديت، اللي هي هتبقى البطاريات موجوده مع البدلات نفسها، والايام بينا وهنشوف هيحصل ايه في التطورات بتاعه البدلات دي في المستقبل. بس انا شفت عندهم باسعار في بدال كده عجبني بصراحة، لقيت تمن 31 دولار، يعني ما فرقش 10 دولار عن الجهاز دوت، عبارة عن بدلات فيها أصوات برضو، في نفس الوقت بتاخدها معاك في البرفورمانس، بتدوس عليها برجلك، فمش هينفعك بس كأمب زي دوت، لا ده انت كمان هتاخده في البرفورمانس بتاعك وتستعمله كبدلات فعلا. وفرق 10 دولار بس بينها وبين الجهاز دوت. فانا طبعا لو كانوا بعتوا لي التاني ده اعمل له تيستنج كنت هوريه لكم، ولكن هم بعتوا لي الاتش 8 دوت، فالاتش 8 بالنسبه للسعر بتاعه يعني مناسب يعني، ولكن انا شفت منتجات عندهم افضل بسعر مقارب للسعر دوت، وهتكسب انت كتير جدا لان هتاخده معاك في العروض الخارجيه. الجهاز الاتش 8 دوت مش هتقدر تاخده معاك في العروض الخارجيه لان هو بس للبيت للتمرين يعني، ولكن الجهاز البيدال يونت اللي انا شفتها ديت، لا ده انت دي بيدال محترفة ممكن تاخدها معاك في البرفورمانس، وتمنها 31 دولار يعني ما فرقتش كتير خالص عن 21 دولار بالشحن اللي احنا قلناهم على الاتش 8. فطلعوا موقع الشركة هحطه تحت في اللينكات، والشرح بتاع الجهاز بتاع الاتش 8 دوت وهحطه برضو في اللينكات، وابعتوا لنا اسألونا اي حاجة، الجهاز موجود وممكن ان انا اعمل عليه اي تيست انتوا عاوزينه، واشوفكم الحلقة الجاية.